برامج الوقاية والحماية من فيروس كوفيد-19. احمي نفسك والآخرين من كوفيد-19. إذا كان كوفيد-19 ينتشر في مجتمعك، فابق آمناً من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة مثل التباعد الجسدي وارتداء قناع والحفاظ على تهوية الغرف جيداً وتجنب الازدحام وتنظيف يديك والسعال في قوع مثني أو منديل. تحقق من النصائح المحلية في المكان الذي تعيش فيه وتعمل. ما يجب القيام به للحفاظ على نفسك والآخرين في مأمن من كوفيد-19؟ 1. احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين الآخرين لتقليل خطر الإصابة بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث الأشخاص من حولك. 2. حافظ على مسافة أكبر بينك وبين الآخرين عندما تكون في الداخل، كلما ابتعدنا كان ذلك أفضل. 3. اجعل ارتداء القناع جزءا طبيعيا من حياتك عند تواجد أشخاص آخرين. أربعة، فيما يلي أساسيات كيفية ارتداء القناع: نظف يديك قبل وضع القناع وكذلك قبل خلعه وبعده، تأكد من أنه يغطي أنفك وفمك وذقنك. 5. فيما يلي بعض الإرشادات الخاصة بنوع القناع الذي يجب ارتداؤه اعتمادا على كمية الفيروسات المنتشرة في المكان الذي تعيش فيه وأين تذهب ومن أنت. ارتد قناعا من القماش إلا إذا كنت في مجموعة خطر معينة، هذا مهم بشكل خاص عندما لا يمكنك البقاء بعيدا جسديا، خاصة في الأماكن الداخلية المزدحمة وسيئة التهوية. ارتد قناع طبي جراحي من أجلك إذا كنت أكبر من 60 عاما، لديك حالات طبية أساسية، تشعر بتوعك أو تعتني بأحد أفراد الأسرة المريض. ستة، بالنسبة للعاملين الصحيين، تعتبر الأقنعة الطبية من معدات الحماية الشخصية الأساسية عند التعامل مع المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بكوفيد-19 أو محتمل أو مؤكد. 8. يجب استخدام أقنعة التنفس مثل FFP2 وFFP3 وN95 وN99 في الإعدادات التي يتم فيها تنفيذ الإجراءات التي تولد الهباء الجوي، ويجب تركيبها لضمان ارتداء الحجم المناسب. 9. طرق الوقاية من فيروس كورونا: تجنب المخالطة اللصيقة لأي شخص لديه أعراض البرد أو الأنفلونزا، المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو معقم كحولي، استخدام المناديل عند السعال أو العطس ثم غسل اليدين جيدا، إلقاء المناديل في سلة مهملات مغلقة، المحافظة على العادات الغذائية السليمة وطهي الطعام كاللحوم والبيض جيدا، تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين من دون غسلها، تجنب التعامل مع الحيوانات البرية من دون استخدام وسائل الوقاية. متى ترتدي الماسك الواقي؟
إذا كنت تعتني بشخص مصاب، إذا كنت تعاني من الكحة أو الرشح، إذا كنت ترتدي قناعاً فعليك معرفة استخدامه والتخلص منه بشكل صحيح. هل هناك مبرر للفزع بين الناس؟ لا، ليس هناك مبرر للفزع. أغلب الحالات الجديدة مصابة بمرض أخف، لا يزال ضمن نمط الأعراض الأكثر خفة التي تسببها الأمراض التنفسية. انظر، الجراثيم سوف تهاجمنا. سوف نفعل أي شيء لحماية قلعتنا. أنا أعلم ماذا سوف يهاجمهم. لابد أن ننظف كل الأسطح جيداً. هيا بنا نظف. أيضاً لابد أن تعرفوا أن هذه الجراثيم صغيرة جداً، ومن الممكن أن تتسرب إلى أجسامنا إذا لمسنا أنوفنا وأعيننا وأفواهنا بدون غسل أيدينا. لذلك يجب أن نحرص على غسل أيدينا من حين لآخر حتى لو رأيناها نظيفة. افرك يديك معا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية. اغسل. يا إلهي، لقد عرفت شيئا جديدا عن تلك الجراثيم، إنها تستطيع الطيران. اطمئن، إذا ارتديت هذه الكمامات السحرية الواقية لن تستطيع الجراثيم أن تقترب إليك. ارتدي. لابد أيضا أن نصبح أقوى من هذه الجراثيم. كيف؟ سوف نقوي مناعتنا بأكل الخضروات والفاكهة باستمرار، وبذلك سوف تقتل الجراثيم والاقتراب منا. كل. انظروا، إن الجراثيم جميعها تهرب وتموت. لقد انتصرنا. هي. انتشار فيروس كورونا أدى لتغيير نمط حياة الملايين من الناس في العالم كله، وعندنا طبعا في مصر، وتكلمنا دلوقتي في ده مع دكتور عبد الهادي. فرض التباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي ده مصطلح بنتكلم فيه دلوقتي. فرض التباعد الاجتماعي هي محاولة للحد من تفشي هذا الوباء. مصطلح التباعد الاجتماعي اللي بنتكلم بيه دلوقتي ده مصطلح مهم، عدم التجمع مع الناس، عدم الاختلاط، أكيد ليه فوائد. خلينا نشوف الزميل محمد خالد رصد هذا المصطلح وانعكاسه وتطبيقه على الناس، وكاميرا من مصر بتتابع مع الناس في سياق التقرير اللي جاي إزاي بيتم تطبيق التباعد الاجتماعي. ابقى في المنزل، التباعد الاجتماعي، دعوات ومبادرات لمواجهة وباء كورونا. المشهد في بعض شوارع العاصمة ما زال على حاله، وتحديدا في وسطها أينما اكتظت الشوارع بالمرة تقارب يثير حفيظة النفس. ويبدو بأن المواصلات العامة وتجمعات الانتظار رغم قانونيتها حتى تلك اللحظة يدفعنا للتساؤل، أليس من الأجدى والأصح توقفها على الفور؟ لازم منزلش ولازم ألاقي زحمة أبعد عنها. لو لقيت الأتوبيس مليان ما اطلعش في الأتوبيس، أستنى العربية اللي بعده، بصرف من البنك، أقف على مسافة بعيدة، ولو لقيت خزنة أحسن أخف أروح عليها. أي مكان مول أو سوبر ماركت لازم يبقى في مسافة بيني وبين اللي جنبي. حتى في الاجتماعات الضرورية في بعض الناس اللي بينزلوا لازم يبقى في مسافة متر ونص مترين بين أي حد، حتى لو ما عندوش أي أعراض. أصبح من غير الممكن أن تصافح أحداً أو تتعامل مع أي إنسان إلا عن بعد، فقد أجبر فيروس كورونا الناس على البقاء في منازلهم لفترات غير محددة من خلال فرض الحجر على مدن كاملة في لمح البصر. انقلبت حياة سكان الأرض رأساً على عقب، فظهر مصطلح التباعد الاجتماعي. فما الذي يعنيه هذا المصطلح؟ ببساطة عليك التقليل من الوجود في الأماكن العامة والحد من الحركة وترك مسافة آمنة عند الاختلاط بالآخرين. في ظروف اضطرتني أنا أنزل النهاردة، يعني مش مفروض إن احنا ننزل نتجمع في أي أماكن. لا أنا بلتزم
ولا الناس بتلتزم، ولا حد بيلتزم في المواصلات العامة ولا المواصلات الخاصة، ولا حد ملتزم في الشارع، والناس بتتعامل مع بعض وقريبة من بعض جدا جدا. مفيش حد خايف على نفسه ولا حد خايف على روحه. توجهنا بعد ذلك إلى منطقة المحال التجارية. الصورة هنا كانت أكثر تقاربا، فالناس ما زالوا يتجمعون في هذه الأماكن. سلوك الناس هذا كما يراه المسؤولون ما زال ينم عن استهتار وينذر بالأسوأ. هل التباعد الاجتماعي ده ممكن نعمله داخل المنزل؟ يستحسن برضو ان احنا نطبقه داخل المنزل، ما نبقاش بقى احنا قاعدين من المدارس وقاعدين من الجامعات ومن العمل علشان نتلم ونلم الاولاد والعيلة وعيلة العيلة ونقعد مع بعض نتفرج على التلفزيون بالليل. لتحمل الناس على التقيد بالحظر المنزلي التوعي كإجراء وقائي، بات بإجماع العالم حتمي للوقاية من وباء فيروس كورونا. لنفترض أن الأشخاص لم يبالوا بالتباعد الاجتماعي، ما الذي سيحدث؟ سيتكاثر عدد المصابين بكثرة ويزيد الضغط على المستشفيات. أما في حالة الاستجابة للتحذيرات الصحية، فذلك سيحد من قدرة الفيروس على الانتشار. التحدي الأكبر يقع على المواطنين بالالتزام بالتحذيرات والتقيد بإجراءات مثل تجنب المصافحة وتعقيم الأيدي. هذه هي المسافة الآمنة التي يوصى بها إذا كنت تقف بالقرب من شخص ما، مسافة تجنبك التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد. فئة علمت فالتزمت فحفظت نفسها ووطنها، وفئة ما زالت تتجاهل النداء. ليبقى السؤال هنا، هل بدأت في تجربة التباعد الاجتماعي؟ محمد خالد من مصر. يرجى الاتصال بنا والاشتراك في قناتنا. شكرا لكم على تعليقاتكم على قناة يوتيوب هذه. مشاركتكم وأفكاركم مرحب بها. شكرا جزيلا. نراكم قريباً.